بأن هذه الفرصة أتت الآن. إذا كان بالسابق كان يتخوفون من الأمن، اليوم الأمن مستتب ولله الحمد، ونحن الكويتيون موجودين على هذه الأرض الطيبة. وبالتالي شو اللي يخوفنا؟ شو اللي يخلينا نتراجع عن عدم اللقاء؟ واللقاء يوم الأربعاء القادم أنا أعتقد هي رسالة للاتحادات الخليجية أو الاتحاد الخليجي بأن البصرة بخير، وأن الأمن مستتب، وأن البطولة يجب أن تكون هناك. حلو، أعطوهم فرصة. تحدث الكابتن ليف حسين قبل قليل، كابتن عبد الرضا، هناك وشائج كبيرة، هناك صلة قرابة تربط البلدين الشقيقين، وأنت تحدثت عن حفاوة الاستقبال والفرحة الغامرة لقدومك للبصرة. هذه المشاعر راح تتضاعف بوقت المباراة، أول دخولك إلى الملعب راح تتمنى تكون أنت حارس مرمى موجود وكابتن ليث حسين يجي يسجل عليك هدف. والله الله، ليث حسين لاعب جميل وأنيق، وما شاء الله الطاقة ما شاء الله تبارك الرحمن. كان يعني احنا نقولها بالكويتي، كان يحرنا لما نشوفه يركض في الملعب وما نقدر عليه. فكنا نتمنى طبعا انه يطلع برا يدرب، يغير المدرب، بس كان هو اللاعب اللي المشاغب واللاعب الانيق في الملعب. مشاعرنا جياشة للحقيقة، واليوم الاستقبال الحقيقة والله العظيم ان اثلج صدورنا وحسسنا بالفعل هذا العراق، هذا الشعب العراقي، هذا اهل البصره. فهذا الشعور يخليني يعني اكون موجود. ومباراه يوم الاربعاء ما هو الا استكمال لهذا هذه الفرحه، استكمال لهذه الروابط والعلاقات الاسريه اللي تربط ما بين اهل العراق بشكل عام واهل الكويت بشكل عام. لذلك احنا ان شاء الله نكمل فرحتنا في لقائنا مع الاعزاء بالمنتخب الوطني العراقي، حتى نبين للخليج، وحتى يعني ايضا نقوي الجانبين العراقي والكويتي الفني، المستوى الفني واللياقي لهم، حتى ايضا يعني نظهر بالصوره المشرفه ان شاء الله. واحنا طبعا الفريقين فايزين بكره او بعد بكره، فايزين الفريقين.